هاي، كنت بنقاش مع رفيقتي وحابة أخد رأيكم كمان. إنه إذا عملتوا أشياء منيحة هل تحكوا فيها ولا تخبوها؟ يعني مشان ما تروح الحسنات تبعولكم بتقوموا بتخبوا الأشياء المنيحة حتى لو كانت مادية أو معنوية أو أي شيء بتعملوه. أنا برأيي أما بنعمة ربك فحدث، إذا عملتوا شيء منيح إنه أحكوا ليش. مش هو تفاخر، بس هو ممكن انتو to inspire others، انه حدا يسمع انه عملتوا شغلة منيحة بياخدوها منكم. انا عملتها كتير كتير كتير، انه اسمع من حدا عمل شيء واعمل مثله لانه تعجبني الفكرة ما تكون خاطرة ببالي. يعني مثلا من الاشياء اللي دايما بخبرها، لانه مرة كنت كتير 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 مضايقة، مات عندي 2 بسينات غلطة الدكتور، كنت منهارة ما عارفة شو اتصرف ونفسيتي كتير تعبانة وعملت كل الوقت وهيك ما عرفت شو اعمل. كنت بالسوبر ماركت وكان في شخصين وراي عم يدفعوا فاتورة، على فكرة انا ما كان معي مصاري، يعني كان اللي معي هن شوي، هيدول الشوي دفعت فيهم الفاتورتين، ما معي مصاري لاخر الشهر، مش انه ما معي مصاري بوقتها. حسيت بفرحة منا طبيعية لما شفتهم كيف هيك عم يبتسموا مبسوطين والكاشير عم تقول لي اوه يور سو كايند وهيك، I felt so happy. فبس قعدت to share it with people. هلا I'm sharing it لأنه it really feels good. ولما منساعد نحن ما منشوف حالنا أنه نحن ساعدنا وما بعرف شو، لا، لأنه هيدا الرزقة إجت لهيدا الشخص عن طريقك أنت من الله. فبس يعني بالعكس، أنا لما بيجي شيء وأنا ساعد أنا بقول أنه thank you God أنه أنت حطيت بطريقة هيدا الشيء، لأنه أنا ما كنت حروح لعنده، فالله بحطه بطريقكم. سو انتو بتكونوا وسيط من الله لتكونوا تعطوا رزقه لحدا. اوريدي الله رزقكم اياها لتعطوها لحدا عن طريقكم، يعني هيك بيكون الله عم يغفر لكم سيئات وهيك. فما تربحوا جميله، نهاركم سعيد.